السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه ليلة مباركة إن شاء الله صادفنا فيها خيرا كثيرا كما رأيتم. والحقيقة أن الآية الكريمة التي ذكرتها، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، والآية الأخرى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذا الموقف وغيره كثير، نحن عندنا تقريبا في الأزهر يوميا عشرات من الناس يدخلون الإسلام. هذا أكبر رد على الذين يزعمون كذبا وزورا أن الإسلام انتشر بالسيف. بالله عليكم، هل مع المسلمين سيف؟ ده المسلمين أضعف أمة في الأرض، ومع ذلك ينتشر نور الإسلام رغم أنوفهم، ويتغلغل في قلوب أصحابه فيصل إلى سويداء قلوبهم. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يثبتنا دائما على الحق. حقيقة من السمع الآن إلى سورة النساء، سورة في القرآن، سورة تسمى سورة النساء. هذه السورة الكريمة رفعت من قدر المرأة، ويكفي النساء شرفاً أن هناك سورة في القرآن باسمهن، سورة النساء. هذه السورة تكلمت عن أشياء كثيرة جداً، تكلمت عن حقوق المرأة في الميراث. المرأة قبل الإسلام كانت هملاً، كانت كقطعة البيت تورث، تباع وتشترى، فجاء الإسلام فرفع من مكانتها. حين نقرأ حديث رسول الله وهو يفسر القرآن، تعالوا تروا لنرى كيف كان حال المرأة قبل الإسلام، وما دور الإسلام في رفعة شأنها. أقول هذا الكلام حقيقة لأن الثلاثة أيام أو الأربعة أيام التي مكثتها إلى وقتنا هذا، كان أكثر الأسئلة التي سئلت عنها هي قضية تفشي ظاهرة الطلاق. سئلت أكثر من سؤال في قضية ظاهرة الطلاق موجودة، وكأن الرجال لا يدركون طبيعة المرأة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها النساء. فالقرآن الكريم فيه سورة تسمى سورة النساء تكريمة للمرأة، وفي تلك السورة نستمع إلى آيات كثيرة جدا فيها توريث للمرأة، حقها في الميراث، فهي ترث وتورث بعد أن كانت هملا قبل الإسلام. انظروا مثلا، كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها، في حاجتين: إن هي تقعد سنة كاملة قبل أن يجيء الإسلام، تقعد سنة كاملة تبحث عن أقذر مكان بعد وفاة زوجها، تبحث عن أقذر مكان تجلس فيه السنة دي، لا تمس ماء، ما تجيش يمة المية إطلاقا، ولا تقص أظفرا، ولا ترجل شعرا، بل هي في هذا العش في المكان ده سنة كاملة.
بعدما هذا بقى عشان تظهر أنها حزينة على فراق زوجها. بعد هذه السنة تخرج من المكان ده، تخيلوا كيف يكون شكلها. امرأة مر عليها سنة كاملة لا تمس ماء ولا طيبا ولا ترجل شعرا ولا تقلم ظفرا، كيف يكون منظرها؟ ثم تخرج فتجد في الطريق بعرة بعير، بعرة بعير، أظن عارفين البعير الجمل، بعرة تلقطها ثم تقذفها، إشارة إلى أن الحزن قد انتهى. شوفوا القرآن يقول إيه بقى؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ده في آية تانية، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، حول يعني سنة، متاعا إلى الحول غير إخراج، ما تطلعش بره خالص. جه الإسلام قال لها لا، ما ينفعش هذا التصرف، تقلك تخرجي كالشيطان بالطريقة دي، لا نظافة ولا ترجيل شعر ولا لا. الإسلام يقول لها لك الحق أن تحزني على زوجك، لكن في حدود معينة، وهي 4 أشهر و10، خففة من إيه؟ خففة من سنة إلى 4 أشهر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فرفق الإسلام بهن فأثبت لهن حق الحزن. ومع ذلك في الفترة 4 أشهر لا مانع أن تنظف نفسها، لا مانع أن تنظف فراشها، لا مانع أن تخرج لقضاء مصالحها إلى غير ذلك. فرفع الإسلام بذلك شأن المرأة وأوجد لها سورة في القرآن تسمى بسورة النساء كما نستمع الآن. في المقابل هناك سورة في القرآن تسمى بسورة الطلاق، ودي من شؤون المرأة. فالإسلام بيّن شؤون المرأة في كل شيء، لكن قضية الطلاق حقيقة مما تميز بها الإسلام. الحياة الدنيا كما نعرف لا تكون ورداً بحال من الأحوال على مدار الحياة، لا بد أن يكون هناك غيم، لا بد أن يكون هناك سحاب يعتري الحياة الزوجية، ولكن الشاطر الماهر هو الذي يحني رأسه لكي تمر تلك الزوبعة. لا ينبغي عليه أن يقف هكذا ويقول أنا رجل أنا أفعل كذا وكذا، لا، ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات مرة كما قلت في درس سابق أغضبت الزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي إلى زوجة وتقول له ما لي أرى رائحتك كأنك أكلت شيئاً ما عند فلانة، يقول لا أنا ما أكلت شيء، تقول له لا، ويذهب إلى الأخرى فتقول له نفس الكلام أنت أكلت حاجة عند زينب، ويروح لزينب تقول له أنت أكلت حاجة عند عائشة، ويروح لعائشة يقول له أنت أكلت حاجة عند حفصة. حاجة عجيبة، أنت حاجة اسمها المغافير، قال لها أنا ما أكلتش المغافير ولا أعرف عنه حاجة. خلاص يا ستي أنا لن آكل هذا أمر شيء أم لن آكله بعد اليوم. فربنا قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. شوفوا العتاب، عشان يعلمنا إن إحنا لابد أن نعالج المشاكل بحكمة. قال لهم اتفضلوا بقى، أن لكوا علي ألا أدخل عليكن شهرا، هقعد شهر بعيد عنكم. وطلع فوق البيت وعمل عشة صغيرة كده قاعد فيها لحد ما الجو هدي والنفس هديت والأمور عادت، والسيدة عائشة عملت عد الأيام يوم يوم على أيديها، النهاردة كذا فات، طب ما جاشي النهاردة، إمتى الشهر يخلص؟ بعد 29 يوم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشرق ودخل عليهن. سيدة عائشة قالت له الله، ده أنت حلفت أقسمت أنك لا تدخل عليهن شهرا، وأنا بعد الأيام على صبع يوم يوم، ده مر 29 يوم يا رسول الله. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام
الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، يعني 29 يوم. ومن هنا عالج الرسول الموقف. خلاص القرآن الكريم بيعترف أن المرأة قد يعتريها نشوز، وأن الرجل قد يعتريه نشوز، دي طبيعة. واللاتي تخافون نشوزهن، أدي آية اعوجاج المرأة، لأن أصل تبشر، طبيعة لا يمكن يخلو منها بني آدم على وجه الأرض. وفي النفس الناحية الثانية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، يبقى المرأة ممكن يحصل منها نشوز، والراجل ممكن يحصل منه نشوز، وده واقع في دنيا الناس. لكن الإسلام يعالج هذه الظاهرة. الإسلام يؤمن على أرض الواقع، يؤمن أن هناك مشاكل أسرية ويتصدى لحلها، فكان هناك الطلاق. هل تعرفون أن إخواننا النصارى يتزوجهم ولا يطلقهم؟ حتى بريطانيا في السنوات الأخيرة تريد أن تستصدر قانوناً بالطلاق، لأن الطلاق عندهم ما فيش طلاق. اليهود تتجوز؟ ممكن. وتطلق؟ يطلق، ما عندهم جائز، لكن لو طلقت ما ترجعش لها أبداً بحال من الأحوال. فالإسلام جه حنين أوي ودين وسط، شرع الطلاق وشرع الرجعة. من الممكن أن يراجع الرجل زوجته بعد طلقتين، فإذا هو وسط بين الديانتين، فالطلاق مشروع. وده احنا بنعتبر الطلاق كظاهرة مرضية يستخدم الطبيب المشرط لعملية جراحية إن استعصى العلاج. فالطلاق هو ده آخر شيء نلجأ إليه. جه ربنا قال في القرآن إيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز معناه الخروج عن العادات والتقاليد. بس لاحظ في فرق ما بين زوجة تخرج عن شرع الله. بمعنى ايه؟ يعني تسيب الصلاة، ما تصلي شيء، ما تصوم شيء، اي حاجة. وزوجة تعتدي عليك، على اخلاقياتك، على ادميتك، وبتصلي، وده شايفينه برضه بتصلي. يوم الشرع يقول لي ايه؟ وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني ما تمسكش العصا وتنك واقف لها على ركبة ونص تقول لها لازم تصلي النهاردة، إن ما صليتيش النهاردة هطلقك، إذا ما صليتيش هروح أوديك بيت. ما ينفعش، لأن دي حق الله عز وجل، مالكش دعوة بحق ربنا أبدا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذا حق الله المطلوب مني إيه؟ الصبر عليها، ولا امسك العصا الغليظه واكسرها الضلع، ولا لا، واصطبر عليها. لكن ولذلك يعني لا مانع للمسلم، اهو شوف، لا مانع للمسلم ان يتزوج امراه من اهل الكتاب، ما بتصليش، مش مشكله عندنا. انما المشكله بقى اذا كانت المراه سليطه اللسان. العباره بتاعتي مفهومه، اذا كانت المراه سيئه الادب على زوجها، لا، يبقى ده بقى دي اللي عاوزة وقفة. يبقى الحقوق قسمين، الحقوق قسمان كما قلت في الخطبة، حق لله تبارك وتعالى، وده مبني على المسامحة، ربنا بيسامح مش مشكلة، وحق العباد، وده مبني على المشاحنة، لا لازم ناخد حق. الحقوق قسمان، حق لله تبارك وتعالى، وهذا الحق مبني على المسامحة، يعني لو ما صليتش ممكن ربنا يغفر لك، انت في عفو الله. انما لما تعتدي على بني ادم او تشتم انسان او تسرق مال انسان، ما ينفعش، لابد ان يقتص منك في الدنيا وفي الاخره، لان حقوق العباد ليست مبنيه على المسامحه، انما مبنيه على الايه؟ على المخنقه، على المشاحنه. اذا الان، ولذلك في حديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام
سئل ما أكثر ما يدخل الإنسان الجنة؟ إيه أفضل حاجة تدخل الإنسان الجنة؟ شوفوا الإجابة الجميلة، يقول له إيه؟ تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الإيه؟ يبقى الرسول جمع إيه هنا؟ جمع الرسول الحقين، حق الله تبارك وتعالى وحق العباد. حق ربنا مبني على المسامحة، ده احنا عندنا ممكن ما تصليش وبعدين تستغفر ربنا وتوب إليه وتموت على ذلك فيغفر الله لك، إنما لو سرقت مالا أو أسأت إلى إنسان لا تقبل لك توبة إلا إذا أرجعت المال إلى أصحابه، أو إلا إذا صفح عنك هذا الشخص الذي أساء إليك. ومن هنا يأتي النشوز، اللي عاوز علاج سواء من الرجل أو المرأة. القرآن بدأ بالمرأة لأن الحقيقة تركيبة المرأة على أرض الواقع تختلف عن طبيعة الرجل. المرأة أولاً كما تعلمون قبل الزواج فيها دورة شهرية، حيض، ده دم بينزل من المرأة، وإذا ولدت فيها نفاس، دم بينزل من المرأة، ففي حيض في نفاس وده أصلاً برضو من الدم. وإذا هذا بيؤثر على الإنسان، فلا بد أن تضعف ملكة المرأة، عقل المرأة، بنية المرأة. الطب بيقول كده، هرمونات المرأة تختلف عن هرمونات الرجل، هرمونات الأنوثة تختلف عن هرمونات الذكور. أليس ذلك في أرض الواقع؟ هذا موجود، واللي ينكر ذلك كمن ينكر ضوء الشمس. فإذا ده فيه طبيب فرنسي أو عالم فرنسي لا أستحضر اسمه الآن، ذكر في بحث طويل، ما احنا مشكلتنا إن احنا إمعة ماشيين وراهم، إذا قالوا آي مشينا آي، إذا قالوا لا آي، المرأة مظلومة نقول المرأة مظلومة، المرأة كويسة. العالم الفرنسي، بحث كان طويل أنا قريته من 10-15 سنة، أثبت في بحث، الناس بتقرأ، لما هو الراجل ده المستشرق الفرنسي قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيقول النساء ناقصات عقل ودين. عاوز يثبت هل الكلام ده صحيح ولا غلط عن طريق بقى الايه، التحليل والتشريح والحاجات دي كلها. فقال الله اثبت ان المراه بتنزف منها دم سواء من الدوره الشهريه او من النفاس كذا لتر، هو قاله بس انا لا استحضره الان، كذا لتر دم. ولا شك ان هذا يؤثر على البنيه، هذا يؤثر على المراه، فلا بد ان يختل توازنها احيانا. ولذلك الشرع قال لي لا تقترب من المرأة وقت أن تكون عليها الدورة، لأشياء كثيرة جدا، أمور نفسية، أمور بدنية، قال ما تقتربش منه. فإذا حصل بقى نشوز من المرأة، زهقانة، تعبانة، ما هي في المطبخ طول النهار، وإذا أضيف إلى المطبخ عمل خارجي يبقى فيه مشقتين، فلا بد أن يحصل عندها تغير. قد تختلف معك، قد تأتي بخلق وبطبع لا يروخ لك فأصبحت ناشز. هنا يقول القرآن فاعظوهن، يا بنت الحلال حرام عليك، لا تفعلي هذا الأمر، إذا أنت أسأت إلي شتما فأنا معي لسان أستطيع أن أبادلك شتمة بشتمة، ولكني عفيف اللسان. عظها، خوفها بالله عز وجل، هذا أسلوب تربوي. طيب يا ترى الوعظ ده محدد، الوعظ ده محدد ولا مفتوح؟ طول ما انت راجل وبتتحمل مفتوح. فاعظوهن، لم يحدد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المفسر للقرآن، لم يحدد لمدة زمنية. طول ما انت متحمل ما فيش مانع، اوعظ النهاردة، اوعظ بكرة، واستخدم أسلوب الوعظ، بس احذر، هذا أمر مشاكل يعني تصادفنا. يوم الراجل يعمل نفسه هو الملاك الرحيم وهي الشيطان الرجيم، كأنه إنسان معصوم من الأخطاء وهي كلها لا، هذا خطأ. فلا بد أن يعظها بأسلوب شرعي، أسلوب معقول.
طيب زهق مش قادر يتحمل خلاص عندك طريقة تانية اهجرها في المضجع ابتعد عنها. بس لاحظ هنا بقى بدأنا نحدد الهجر ده هذا قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قلت لها لو سمحتي أنا فلست منك وعاصيك وما قدرتش أعمل أكثر من كده. يعني شوف لما تقرأ القرآن الكريم لما ربنا يقول لك إيه وكيف تأخذونه اللي هو المهر يعني وقد أفضى بعضكم إلى بعض ولا تنسوا الفضل بينكم سيس على قد ما تقدر. فأنا وعظت وانتقلت إلى مرحلة الهجران. الهجران بقى لو أنت حلفت ما أنا جاي يمتك أو لو حلفت إن أنا مش أقول لك لا الباب مش مفتوح على زاوية 360 درجة. للذين يؤلون من نسائهم ها تربصوا إيه؟ أربعة أشهر. أنت ليك في الكرة في الملعب أربعة أشهر بس فقط حتى لا تؤلمها ولا تؤلم نفسك أربعة أشهر. ولذلك عمر بن الخطاب لما كان يبعت العسكر في الجند علشان يفتحوا البلاد ما يزيدش عن أربعة الراجل ما يغيبش عن زوجته أكثر من أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر خلاص. والله لو فاقوا البعض الاثنين فاقوا البعض أهلا وسهلا الإسلام حريص على صفاء الجو. تأتي مرحلة ثالثة لا نفع الهجر ولا نفع الوعظ كل دي أساليب لأن الإسلام حريص على الأسرة بكل الوسائل كل الإسلام ده. سبحان الله لما سيدنا عبد الله بن عمر طلق زوجته آمنة بنت غفار وعليها الدورة الشهرية الرسول غضب زعل. سيدنا عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وعليها الدورة الشهرية استحيا أن يذهب إلى رسول الله يسأله مكسوف. فالأب أب حتى لو الواد بقى إيه فسيدنا عمر أبو سيدنا عبد الله هو المتحمل المسؤولية فراح للرسول قال له يا رسول الله إن عبد الله طلق آمنة بنت غفار وكانت حائض. فغضب الرسول وتغيظ رسول الله وظهر في وجهه الغضب فقال لعمر روح ارجع اذهب لابنك مره فليراجعها يتفضل يرجعها بيتها تقعد معاه في البيت مره فليراجعها حتى تطهر لحد ما تنقضي الدورة. لأن كما قلت في الفترة ديت الأمور النفسية مش طبيعية لا عند الرجل ولا عند المرأة. ثم يتناهى عنده كده حتى تطهر ثم تحيض حيضة تانية ثم تطهر. والله لو حب يطلقها بعد كده أهلا وسهلا ما حبش يبقى خلاص رجعت طائراتنا إلى قواعدها سالمة يبقى كل واحد عدل الآخر. فالإسلام حريص على تماسك الأسرة واتخذ لذلك وسائل متعددة. أنا فتحت الموضوع والموضوع الحديث فيه يطول ولا إن شاء الله سأوفي الموضوع حقه في حلقات متتابعة إن شاء الله حتى لا نشق عليكم في الاستماع ولا نطيل بكم السهر إن شاء الله. والله أعلى وأعلم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله.